السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم هشام من قناة هيشو بلدنس. كنت بادئ السلسلة بتاعت فيديوهات الفيد اوت، وطبعا الناس سألتني وكده قررت أعمل النهاردة دروبس، بما إنه واحد من أقوى الدامجرز بيعمل دامج عالي جدا، ممكن تعمل بدمج في جيم يوصل ل200,000 أو أكتر، فعشان كده هو مفيد جدا، وخاصة لو معاك لي لود اوت حلوة أو كده. انا النهارده هشرح لكم الكارتين دول، الفوس الليت واللي مش فاهم شايف اسمها ده بقى بعتي. ماشي. دلوقتي انا غالبا برضو بستعمل دي لان شايف اقوى لو صادق مثلا فريق كله تانك اللي هي فرونت لاين او كده. انا هشرح الاثنين. انا هبدا بالفوس الليت دي، انا بستعمل لها اللود اوت دي، هيك منها مبنيه على الصواريخ اللي هي القوة بتاعتك، لأن أساسا القوة مبنية على صواريخك، لأنك الصاروخ الواحد واصل معاك ل1150 دمج، فأنا ببني كده إن تكون سريعة كده في الريلود وهكذا. عندك اللود أوت مثلا، أول كارت بيخلي الطيران اللي هو مدوس اف يديك مسافة لقدام، بحيث مثلا لو أنت هتغرب أو هتروح لحد تقتله أو كده. عندك الكارت التاني ماسترفول، ده مع كل ضربة بتضربها وتيجي في الانمي بتنقص لك ثانية واحدة من الكول داون بتاع الفاير سبيل، فبالتالي بتخليها متاحة معاك اكتر. والتالتة بتخلي الفاير سبيل تبقى اسرع، بحيث تبقى تجيب الناس اسرع بكتير، ما تقعدش تروح بطيء تكون مت او حاجة زي كده. والتالتة الهوت سواب، كل ده بعد الضربة لما تيجي بالظبط بتديك سرعة في الريلود بحيث تعمر اسرع، لان دي حاجة هتفيدك انك اصلا انت كان ريكارد ده مبني على قوة الصواريخ وهكذا. والاخيرة ودي اللي هي اكتر حاجة مفيدة بالنسبة لي، ان كل ما تجيب كيرل بس بشرط تكون انت اللي جايبها مش اسيست، تلاقي في الاخر الكتب ان انت اللي قتله، بتنقص لك الكول داون كله بتاع الثراست اللي هي الطيران، بحيث لو مثلا هتهرب او تروح لحاجة تانية او لو هتطلع فوق تاني، لان قوة دروبز ان هو بيفضل طاير وهكذا. فهي دي اللي انا غالبا بستعملها لان شايفها مفيدة جدا، وهي اللي بحبها واكتر واحدة بتساعدني. فحاليا مثلا احنا هنروح مع البوس، انا هوريك يعني مثلا التكتيك بتاعي في اللعبة او هكذا. اولا انا طريقة استعمال الفاير سبيت ليا بستعملها بطريقة بحيث تدي دمج كتير جدا. فلنفرض انت قدامك مثلا 3 ولا 4 تحت مثلا ولا حاجة، والاتش بي بتاعهم ناقص النص او ناقص حبة صغيرين او حاجة، انت ممكن توصل معاك لكوادرا كيل بالطريقة دي. يعني فمثلا لو انا طلعت كده ورحت عامل الفاير سبيت وضرب دي كلها، فانت هتلاقي ان ناقص منهم دول كلهم فاضل لهم صاروخ ولا حاجة، او ساعات بيموتوا كمان اصلا. فدي انا بحب استعملها في الفاير سبيت، بتفتح لي دمج كتير وغالبا ما بجيب بيها كلاك كتير جدا. وانت عندك الصاروخ الواحد اصلا بيعمل 1100 دمج، يعني اكتر من نص الفلانكس ممكن تديهم صاروخين واحد وهيكون ميتين زي كده. وبرضه لو انت مثلا نزلت على الارض بمجرد ما تقتل واحد بس كده، الكول داون بتاع الثراست بيتشال تاني خالص، فانت بتفضل بقى ايه مواظب على طيرانك بحيث ما تنزلش على الارض كتير، فتبقى ايه التنشيل عليك اصعب. زي ما انت شايف لو انت مثلا شغال كده هتلاقي نفسك ما تنزلش الارض خالص. بس برضو انا ما انصحش ان انت تفضل تستعملها كتير ورا بعض، لان اساسا هي احسن في انك تخليها الوقت مثلا لو هتموت او حاجة فبتستعملها مثلا اختيار، ودي فايدة الكارت اللي هو بيديك مسافة لقدام. فلو مثلا انت هتموت ولا حاجة ده بيديك دفع لقدام، خبطت في السر وهكذا. عندك برضه الفاير سبيت زي ده طريقة تستعملها، حاول بس تنظم الوقت بحيث انها تيجي مع الفاير سبيت وانها تخبط فيه، فبحيث تعمل لك 1000 دمج من الصاروخ وبعيد الصواريخ تكون خلصت على الباقي. فهو ده اللي انا اكتر حاجة بحب استعملها في اللود اوت دي، لانها بتتاح لي ان انا افضل كتير على الضربات فاير سبيت اهي، مع كل ضربة اصلا الكول داون بتاع الفاير سبيت بينقص. هو ده سبب اعجابي باللود اوت دي، انا جايبها برضو من واحد مشهور جدا، سمعت عنها ان هي احسن لود اوت ممكن تستعملها مع كارت فوسيليت،
بحيث تخليك مواظب على ده مش كتير. وانا فعلا مجربها ولاعب بيها كتير جدا، وشايف ان بعمل بيها ده مش 200,000، وشايفها جميلة جدا بصراحة. فعشان كده هي دي اللي انا قررت اقدمها لكم النهاردة، الكارت ده، بحيث لو انت الفريق قدامك يعني عايز تعمل دامج اكتر، فانا بحب دي اكتر. زي ما انت شايف، او جيت 2 كيلو الاخير فاضل له 4، فانت لو قصادك 3 ولا حاجة وريت شيل بتاعه من النص وعملت كده، انت ممكن تطلع فيها بتريبل كده. وهو ده اللي عاجبني فيها اكتر. فهو يعني عشان كده انا مثلا بنصح بدي. لو نشرحها لكم تاني عشان خاطر مثلا بعد ما شفتوا مثلا النظام اللي انا بستعملها دي، اهي زي ما قلت لكم ان دي بتديك دفعه لقدام، عشان انت شفت مثلا لما عاوز مثلا هطلع فوق حد او حاجه. ودي زي ما قلت لك عشان خاطر فاير سبيت، انت شايفها مضيفه جدا، مفيده جدا، لانها بتعمل لك 1000 دامج مع كل ضربه. او لو انت حر عايز تضربها مثلا قصادك فرونت لاين ولا حاجه وعايز تجيبها فيه، تديله 1500 دامج في الصاروخ الواحد، فانت ممكن مثلا في 4 ضربات تكون جبت كله اصلا. فدي ممكن تستعملها برضو، بس انا بنصح ان انت تضربها برضو، فرقها هتبقى احسن. ودي برضو قلت لكم السرعه عشان تشوفها تبقى اسرع، وسرعه الريلود. يعني مثلا انا ضارب الصاروخ هنا في الارض تعملها يبقى كده، لكن لما تضرب بيديك سرعة أكتر، فتحس توازن مثلا على الستريك بتاعك وهكذا. وأنا قلت لكم أهو، نخش بقى على الكارت التاني كومباستبل فاير سبيت نوكس باك أند ديل أديشنال 30% أوف دامج تو تارجتس أوفر 2 سكندز. أنا هشرحها لكم. الفاير سبيت دلوقتي مثلا لما أنت تفرقع في حد، مش بتفرقع دافع لورا كده أو على حسب مكان تاني، وممكن تستعملها في الاماكن المفتوحه. مثلا لو واحد واقف على الحرف ولا حاجه وديته كده، انت بتديله دفعه ترميه بالرمايه، ودي تعتبر كيرل على طول كده، وبتعمل 30% دامج كمان بطول ما بعد ما بتفرقع. هتلاقيه عمال ينقص في 40 في 50 في 60 ورا بعضه كده، ورا بعضه تفضل تنقص كتير. ودي برده مفيده جدا، وبتعمل دامج حلو لمده ثانيتين. انا بستعمل لها الكارت ده الفايرس بيت. هو دي مثلا، هي دلوقتي انت هتلاقي دي معاك مع كل الكيل بتنقص ربع الكول داون، وانت هتكون اساسيتك في الفايرز بيت، فانت مش هتحتاج دي قوي زي التانية الصواريخ. وانت عندك دي هتديك دفع لقدام برضو 50% زيادة، ودي برضو بتزود لك السرعة زي ما انا لسه قايل لكم. بس هنا بقى الصاروخ الواحد الضربة لما تيجي في الانمي بتنقص ثانيتين، فانت هتلاقي عندك انت مجرد بس ما تضرب صاروخين ولا 3 هتلاقي الكول داون نزل تاني، فانت ممكن تفضل تعمل عليهم مثلا اسبام بالفارس بيت، هتعمل دامج كتير فيه، وكمان هتقعد تعمل لهم كنوك باك وتنقص اكتر، فانت هتلاقي الفارس بيت بتعمل دامج كتير جدا، بحيث تسهل الامر على الفريق بتاعك. وعندك الاخيره هنا سبيت فاير، دي بتخلي السلاف والكول داون اللي هي انت لما تجمع الصواريخ كلها مع بعض وتضربهم مره واحده بتنقص بثانية واحدة على كل ضربة بتيجي في الانبي. ودي هي اللي انا بستعملها مع الفاير سبيت، هوريها لكم هنا دلوقتي، ونفرض نجربها مع فرونت لاين هنا. لو خدت بالكم اهي، غير التانية هي بتعمل كنوك باك وبتنقص اكتر وبتعمل دمج، راحت فين ايه؟ هتلاقي ان دي وغير كده بتنقص، وهتلاقي بقى الاتش بي بتاعه عمال ينقص على خفيف، فهتلاقي ان انت بتعمل دمج اكتر وبتنقص اكتر وبتنقص اكتر وبتعمل كنوك باك، فهتفيد جدا. فلنفرض مثلا ان الحته دي بره الماب، يعني مثلا الحته دي كده بره الماب، فانت لو قدامك حد زي ده مثلا رحت مفرقع فيه، انت بتديله كنوك باك بس هو بس عشان خاطر عمود، فممكن يروح واقع بره الماب وادي كل على طول، هي وفرت على نفسك وساعدت الفريق بتاعك. عشان كده هي بتستعمل كتير في الاماكن المفتوحه، هتلاقيك ممكن تجيب مثلا بيها دبل كيل لو في كذا واحد واقف، عشان كده انا بحبها. وبرده مع ذلك تقدر تستعملها زي التانيه، هتلاقي عملت ده مش فيه كتير بمجرد ما تكمل عليه، هي كام صاروخ وهتلاقي مات. وهو ده برده الفاير سبيت، الاتنين مفيدين جدا، بس على حسب الفريق اللي قصادك والماب، ودي حاجات لازم تحطها في الماب.
طب مثلا لو المان مفتوحة بتختار فارس بيت، هتفيدك كتير لو قصادك فروت لاين زي ده، هتروح مديها لك نوك باك وما تجيب ايه توقعه ورماه، وهو مش هيبقى عنده حاجة يعملها غير لو واحد مثلا عنده قابلة التحريك، بس دي نادرا يعني. وهتلاقي وتعمل ده مش اكتر وبس. هو ده اللي كنت عايز اوريه لك يعني. وبالمرة اكتشفت بج بالجليتش بالصدفة كده في اللعبة، الكارت ده انا مجربتوش في دور عادي، انا اكتشفته هنا في الشوتنج رينج بالسولت يعني، احطه في الفيديو برضو. انا اكتشفت اي حاجة، اكتشفت مثلا لما تجيب الكارت ده مثلا وتدوس بيه وتجيب، انت بص بتطير بمسافة غريبة جدا يعني، بتلاقي نفسك كأنك اسرع من الحصان 5 مرات، مش عارف بقى ده بج ولا في الشوتنج رينج بس ولا ايه. وهي كده فيها، انا مش مسرع لكم الفيديو ولا حاجة، هي كده بس مش كده فعلا. مش عارف بقى، ممكن في الشوتنج رينج، ممكن لو حد مثلا عنده كارت، ممكن تكون انا اكتشفتها بالصدفة يعني، ممكن تكون غالبية الناس عارفاها فعلا. بس قلت يعني ايه، هحطها في الفيديو برضو كده بحيث الناس تشوف. وهو ده اللي انا كنت عايز اوريه لكم النهارده، وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون عن سيرس، هجيب لكم لود اوت مع الكارت الليجندري يعني، بحيث تعمل هيلينج كتير، لان السيرس من احسن الهيلينج، فممكن توصل برضو معاك لاكتر من 200 كي هيلينج وانا مجربها. وان شاء الله مثلا تكون عند حسن ظنكم. كان معاكم هشام خالد من قناة هيشو بلدنس، واستنوني في فيديو قريب. مع السلامة.